النهارده هنعمل مقلب في المتابعين، هنقول لهم نكته وبعد كده منا بقى طالما هي لا يا بنتي الا نقول لهم نكته. حياه النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده فيديو جديد معاكم منا محمد طه، اميره محمد صاحبه منا. النهارده هنعمل مقلب في المتابعين، اميره هتكلمهم تقول لهم نكته والمفروض هي تديني التليفون وانا اقول لهم اللي انا منا طه. وبس كده قبل ما نبدا الفيديو احط لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع قناه اميره وتدخلوا تشتركوا في القناه عشان هننزل مقالب وحاجات حلوه جدا عندها. يلا نبدا الفيديو. يلا نبدا الفيديو. منا نزلت ستوري ان هم بعتوا ارقامهم فكلهم من بعض فعلا، فهنختار بقى ناس هنكلمهم على تليفون اميره. ودلوقتي هفتح الاكونت بتاعي، اول اكونت بتاعي من نطاها اهوت. المهم جماعه الناس اللي عندي على الانستجرام، ايه كل ده؟ يعني ايه كل ده؟ يعني كل دي ارقام؟ اعمل ايه؟ اتكلم مش عارفه اكلم مين ولا مين. بصوا اميره هتختار دلوقتي الرقم اللي انا هتصل بيه من الاسك عشان في ارقام كتير جدا حرفيا. رقم تمام، نعمه اسمها نعمه. تمام هنتصل بالرقم دوت. الاتصال به مرفوع مؤقتا من الخدمة. هنختار رقم تاني عشان ما شاء الله اختيارات أميرة ما شاء الله تحفة، فأنا هختار رقم تاني. أنا كن واحد من دايما واحد في رقم رقمه. ألو مين؟ انا عارفاكي. مين؟ انا واحده عارفاكي. انت مين يعني؟ ده حوار طويل قوي 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 يا مزمزيل. هو انت منى؟ الو انت منى؟ انا مامتها يا ماما. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. هي فين منى؟ انت مين طيب؟ انا واحده صاحبتها. ايه اسمك ايه؟ منى. ايه؟ منا. اسمك منا؟ منا طه. منا طاهر؟ طه طه طه؟ طيب ماشي حبيبتي، ايه معاك؟ مين على مكتبي؟ الو؟ الو؟ انت شديني مامتك ليه طيب؟ لا انا سبت الموبايل ودخلت الحمام عشان كده ما ماما شافت الموبايل بيرن وكده يعني. خير. حصل خير، عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عارفة انا مين طيب؟ احنا راجعين بنتصل بالرقم تاني. طالما من فودافون وللكول تون دي دوس نجمة. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا. رقم تاني اهو. انا الو الو ايوه انا واحدة عارفاكي. واحدة ايه؟ عارفاكي مين؟ طب مين معايا؟ انت اسمك اشراكة؟ ينفع اقولك نكتة؟ قولي. معرفش. انت عارف انا مين؟ لحظة انا بفتكر انا صوتي مش غريب. تعرفي منى طه؟ ايوه. الله ازيك؟ الحمد لله كويسة. عاملة ايه؟ انا مبسوطة ان انا اتصلت بيكي والله. وايه رأيك في النكتة اللي احنا ما قلناهاش اصلا؟ بيس يا مان بيس. لا بجد فرحت قوي. انا فرحانة ان انا كلمتك. الفيديو كام؟ 23. ممكن مش بيدي اي حاجة. يا رب ارحمني بقى، عجل بامري عجل بامري عشان خلاص انا خلاص. الو 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 مين معاك؟ انا واحدة عارفاكي. ايه؟ واحدة عارفاكي. هي نفس اشتغالات. انت مين؟ من انا مع حدك؟ يعني الغتاتة بتاعت امك دي. عارفة منى طه طيب؟ مين منى طه؟ سارة انا انسحب. تفضلي بتاعتي التيك توك. انت مين؟ عارفه منى طه بتاعت التيك توك طيب؟ هي. بجد؟ والله في مالك داخله فينا سكه شمال. انا كنت اقول لك نقطه فصلتيني. انا خفت.
بتهزروا ولا ايه؟ والله مش بنهزر. مش انت كتبتي رقمك على الاسك امبارح؟ يعني انت من طه؟ ايوه انا بحبك قوي. طب ليه بتكلميني بالطريقه ديت؟ طب انا ما اعرفش ليه بتعمليني كده. انا انت عامله ايه؟ طيب اي حاجه كنت اقول لك نكته. لا طب انا ما اعرفش، انت نزلتي الاسك امبارح صح؟ ايوه. فانا لما كتبت رقمي على قبولي ان انت مش هترني افتكرتك هتبعتي لي رساله. بعمل فيكي مقلب. ثانية انا دلوقتي على قناة اليوتيوب. اه انت بتهزري يا عيني، ده اتصدم هيقوم عليها. اول ما الفيديو ينزل بقى بتشوفيه. على فكرة اقسم بالله انا رجلي مكسورة، فانا فرحت قوي بمكالمتك. انا اللي فرحانة بيكي. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح. يمكنك ارسال رساله صوتيه عن طريق اضافه نجمه قبل الرقم. الو انا مين؟ انت شاد عمرو؟ اه. ينفع اقول لك نكته؟ مين؟ اميره مين؟ واحده عارفاكي. عارفيني مين؟ هقول لك النكته الاول بعد كده نتعرف. مرة كوسة وقعت على الأرض اتقورت. ربنا يكون معاك. ألو ازيك يا شاهد؟ الحمد لله. مين انتي بقى؟ انتي مش عارفاني؟ طيب لا. طب مش عارفاني بتكتبي رقمك في الأسك ليه؟ يعني انا بتقول لك نكته تحكي. طيب تحكيش ليه؟ بحبك جدا. وانا كمان. طب عندك نكته تقوليها؟ طيب عشان انت هتظهري في قناه اليوتيوب. ايه ها نكته؟ فكري بسرعه. نكته سخيفه اي حاجه. هنضحك. حاضر. 2000 years later. مش عارفه. انا مبسوطه ان انا كلمتك قوي. وانا كمان جدا اقسم بالله بحبك قوي. وانا كمان بحبك. الو معايا امنيه؟ معايا هي معايا. طب ينفع اقول لك نكته؟ بس حبيت تعرفي. طب بصي هقول لك النكته وبعد كده نتعرف. طب قولي. مره قاعده سنه محدبه قلعت الطرحه. محمد اضحك 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 عبد الله اضحك 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 اضحك. اضحككيش. اقولك نكته تانية. طيب طب ممكن اعرف بس انت مين؟ طب انت بتكتبي رقمك على الاسك ليه؟ بدل انت مش عارفاه. ايه ده؟ هقولك اصلا صوتك مش غريب عليا. طب اقولك النكته بقى كان فكر صوت مين؟ انت منه صح؟ صح؟ ايوه انا بحبك جدا. وانا كمان بحبك قوي. طب بصي كنت اقول لك نكته تانية بس خلاص بقى هي قالت لي. فصلتيني. على فكره انت ظهرتي في قناه اليوتيوب. كده بتفرجي بقى على الفيديو لما ينزل. تمام ماشي. طب يا جدعان بتدوني ارقامكم ليه؟ ده انتوا ما تردوش على ارقام غريبه. الو انت ملك؟ اه. ينفع اقول لك نكته؟ اوكي. مره عدسه محدبه قلعت الطرحه. تمنى؟ بصي وانا صاحبتها بس ايش تمنى؟ انا كنت شطعتها صراحة انت بتتكلمي. انت عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه؟ عارفة انا مين؟ انت مين؟ انت حور؟ لا مش حور يا ستي، دي حور دي في اسكندرية. انت صاحبة منى؟ لا انا كده منى. صبي قطع. انا كده منى. الاول كانت صاحبتها دلوقتي هي. دلوقتي انت منى؟ اه. ازيك؟ انا بحبك قوي. وانا كمان. عامله ايه؟ الحمد لله. عايز تقولي حاجه في الفيديو؟ مبسوطه جدا. انا مبسوطه انك كلمتيني. وانا مبسوطه ان انا عرفتك يا قمر. الو ينفع اقول لك نكته؟ الو مين؟ طب ينفع اقول لك نكته بقى كان تعرف؟ ما تخافيش انا بنت. ماشي يلا. مرة كوسة وقعت على وشها اتقورت. ما ضحكتيش ليه؟ طب ممكن اقولك نكتة تانية؟ جميل.
هقول لك نكته ثانيه بعد كده اقول لك انا مين. لازم لازم تضحكي، لو ما ضحكتيش انا مش هقول لك انا مين. مره عدسه محدبه قلعت الطرحه. والله ما ضحكتيش ليه؟ ما انا مش هقول لك انا مين كده. اضحكي يا ستي، مجامله احنا بنتصل لنفسه الناس. قال له سباني خليكي معايا بس. لا لا خليكي معايا انتي، هقولك على حاجة. انتي استني كده على شكل عارفك. لا انا مش طه، انا منا طه. يا لهوي على الخفة. احيه. نعم نعم نعم. ولا كتبتي انتي مين؟ طب ثواني طب ثواني، انا خفة بتحطي رقمك في الاسكري. اه يا لهوي انت عارفاني ولا ايه؟ ايوه انا. اتصلي انا معرفش. طب انت ما بتضحكيش على النكته ليه؟ طيب مش فاهمه. انا اضحك، انا اللي عماله اضحك على النكته. انت اسمك ايه طيب؟ انا اسمي شبانه. عامله ايه طيب؟ اه انت منى صح؟ ايوه انا عماله اقول لك انا منى طه. انا اتفاجئت قوي بقى، انا بحسك مش هترني. لا هرني يا ست. شفتي انت طلعتي على قناه اليوتيوب كمان بجد؟ ايوه، وبشوف الفيديو بقى لما ينزل. وبس كده، ده اخر الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون ضحكتكم و وليه ضحكتكم من النكت السخيفه بتاعتها. ما حدش ضحك عليها. وكمان افكركم انكم تشتركوا في قناه اميره، احط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، تدخلوا تشتركوا عشان ننزل المقلب الثاني عندها في القناه. وما تنسوش تشتركوا برضو في قناتي، هتشرفوني جدا لو انتم مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس لو انتم مش مفعلينه عشان لما انزل الفيديوهات الجديده تظهر لكم. وان شاء الله هنظهر مع بعض كتير على قناتي وقناتها وكيف، فتعملوا اشتراك للاثنين. وده كان اخر الفيديو، يا رب تكونوا انبسطتوا معاها ومعايا وحبيتوا الفيديو. وبس كده، يلا سلام.